والآن مع الشاعر الأستاذ محمد بن بجاد الكريزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نبارك أولا دين ملبين للشيخ فيصل الحطيم على تكريمه لرجل الأعمال الشيخ سالم الحطيم في مزاين الملك عبد العزيز أو جائزة الملك عبد العزيز. وثانيا هذا القريحة بقصيدة على عجال أقول فيها: الليلة المعنى رسى في حفل صبيان البقوم، في ليلة اللالات سامي يفتخر كل بقمي. الليلة المعنى رسى في حفل صبيان البقوم، في ليلة اللالات سامي يفتخر كل بقمي. سالم بجردات الرقاب موسمن خير الوسوم، سالم بجردات الرقاب موسمن خير الوسوم. بالنادرات اللي ثمنها السيف الأحدب والدمي، مدام له ربع هممهم فوق ساميات النجوم، مدام له ربع هممهم فوق ساميت النجوم. سميان تسمو بالمكارم يوم للأسماء سمي، يمثل الشعار ماضي الفعل زيزوم القروم. لثارة الهيجة نهار الكون والماقف حمي، يظهر لها من في المواقف تعرفه يظهر لها من في المواقف تعرفه كل الخصوم. حمود بن عايض ومن يجهل مقام الصيرمي، سجل لها التاريخ بصمة عز بالمجد مختوم. يوم الجبان يذل والصامل يقوم ويحتمي، يظهر لها من في المواقف تعرفه كل الخصوم. حمود بن عايض ومن يجهل مقام الصيرمي، سجل لها التاريخ بصمة عز بالمجد مختوم. يوم الجبان يذل والصامل يقوم ويحتمي. الأول له قبل الأول يعلنونه ومحسوم، الأول له قبل الأول يعلن ومحسوم. والمال زايل والمواقف ثابتة للآدمي، مواقف تبدي بأهلها من ورا فرك الخشوم. ما جات بالحيلات والميلات والحق مهمي يقوم. يا بعض الدعاوي والعزاوي والعلوم ما تصل الحروة لجانب النهار العالمي يقوم. مواقف تبدي بأهلها من ورا فرك الخشوم، ما جات بالحيلات والميلات والحق مهمي يقوم. يا بعض الدعاوي والعزاوي والعلوم ما تصل الحروة لجت في النهار العالمي. سلامتكم. صح لسانك بيض الله وجهك.